إذا حدين قطه لما ما جرسه والله ما حرم ما فهم صح أو ضد فرد بدن أجنبي ضد بدن أو مع حارقي أورامي يا دان كستو كي وين أقول لك أورامي سيسلم متبين وين نقطة سهل تشو رأنا بجوا أو ستيد بقول أكون أقف عن تسبلتين بلاك سنة ذكر ما عدلو عدلو ها يا كل ده بجرا هدو قتاتشو رأنا وزير كي هاي أو مقالة أرسل ولا حصاد شالين أنت أصلا بقول أكون أقف عن تسبلتين عبد وين لسيدايا سيد أقول لك تسيب بقى وان كرت فين صو يا رو أدمبو وحمانتا لو هايستو حياه هاسو كله وسنجرين عبد الله سيد داي أنا وان قبها ماك أو تولكي أها يعني هو تر لصص نبري هور ونكن إن الله في عرني وملك استو لوريدو أنا شكك قبل لكن هدا وجيالك يتوب يا وسوا بدله هي وحنا من سنة هي مدي كلا أوصام عليك قبل كذا كان علينا وإن له حاجات شيء وحلاها truth justice and reconciliation بالهرت وحيد عيل لبارة مركل لبارة سين سو أفريقيا أوكل السلام الله عليكم مدلهان تيم بإخيارته وذا نقل حري داي ميل كستي ودون ذاك جوكتان ومركل يحبين تاني فاقد هذا وحنا دا وضيع البرنامج كنا عندي رد كوساري دونا قطبا أي كم يديهن فرح معلن دواري أي كهذا لي مدحويني هراء الدولة ديجان كسو ماردة عبد محمود عمر عبد لي كحرن مقال ذا أدي سببا يوم مدحوينا هاتن تلدا أنا تلدا هيا وتلدا دي دي إس ونكلوكم مقابا مدحوينا مصطفى محمود عمر todoba waa uu ka hadlay mid waxa uu sheegay inay ku jiraan soo deyntiisa isagoo ku sababayay in Geta Jureda oo ah ninkii xasuuqa ugu ballaaran ka geystay dawladda deegaanka Soomaalida uu haatan madaxweyne ka yahay dawladda deegaanka gobolka Tigreega hadaba sabab uu sii xidnaaday Cabdi Maxamuud Umar Cabdi Ilay lama garanayo inkastoo uu tilmaamay meesha ay xaaladu marayso inuu ka gaabsanayo balse xogaha hordhaca ayaanu daawadayaal idin hayna waan ku maqli doontaan barnaamijkeena dhanka kale mucaaradka dawladda deegaanka Soomaalida ee ku sugnay in dhawaalaba magaalada لذا أدي سببا أيو كبه الله دول مري محوك الشيء أيضا نحوك أيانو دين كاينة مدحوين مصطفى محمود عمر ميو تاغيري مسو كسور جسلي سيدو كلا برنامج كينا أياد كو مغلي دون تان حيوغا ها سويد الأيانو داوضي البرنامج كينا كو فاقيد دون هدو ربينو برنامج كا وان وحايلة غوغو سن دون وان كو ذا قادر ديك دون أني يا صاحب كيشيد وانت بدن كفالو ذا قودة همبا جيسك أفريكا غارهان دل كاسي ثوبيا إيه وحنكو هرين إينا شيدو وحنكو هرين إينا هدو ربي دمو أدي هذا يا دمات سنتا فرق دوي شيدو والوحن ربا مركو هوري إنا فارح معلن أن سوق هذا نفارح معلن واحد لبان كتر سن ذلك كينيا وحاء وريس دير وبحنا يي وآد يا آد ما جرنا سو حيس بدنا وحاء كجهد الله مدحويني هراء الدولة ديجان كسو مال عبد محمود عمر محو كيري نفارح معلن برضو أنا سياسي عالمي سمال ده آد تغنو جيسك أفريقيا آد دوجي غنو نفارح معلن ذلك دبيت سو كسون أي وريس سين جاليت سماليات أما دت سماليات كلن ولا قادنين سؤال هل كاس الجوي دي جيسك أفريقيا قابس أيضا مرت ما إلقى شيء أدي سببه يدول ديجان كسمالة ده فأنا معلم حكاية ده مدحينه ردول ديجان كسمالة ده مدحينه ردول ديجان كسمالة عبد محمد عمر حرقف سياسي ده كده حيزي أسوأنا أو كمدها سياسيين تسيد وين دجالك ولا قالين دول ديجان كسمالة إثبات الكذا عبدنا أو تو يكمدها حس هالشيء فأنا معلم حد محمد ده إنه وجهه واقع نبتة يسيد نبتة سيد مرة بعشو هذا سيد أكل كرسي على أكل قادة فأنا معلم ماكو دجالك كل جري أما دجال حقول كده حقول كتيب يلف تعديده بدنك جز دول ديجان كسمالة يجودها مرول كسمالة أنا حسوقك كجسدي يسوين وسهر جد وحنا سياسي كلي أتجنا أفرى لو تنقص عبء أتجنا إني حوجت دفاع عدة ذلك الصوماليات حوجتي بلفنا لقت خلصوا already أول شيء هتبع حوجتي بلف ولا يقول استي وين الجبان هذا سبب يدل دجاج ويكقول غلان مارك فارم على سؤال ودي يا وحيد من حوينه يدل دجاج الصوماليات أو أها حوجي تي بلف سيد وين ولا شقين جري أما جعان يراياشي أي كل شقي سنة ين بوندا الصوماليات لا مراها أيوكا اللي حرجيسة هي واحد أي دولة إثيوبيا عصبة كذا لازم فارم على حوشة إن عبد الله السودين دانو إن حرية دي سنة وهل دانو هذا الشيء قرشة عبد الله السودين وياي قرشة سوين لسه درندري وين عبد إلي ونلد يدب ونكوك ونوك ونجيسن ونهدو ونكيري دونين دولة ديانك سومالا يجودهم برشة سومالا ماشي جكتبه إنه عبد إلي يدب ولا يمد هدو ونوحي لوجيسنين ماركة وحوشة في فارم على إنه عبد إلي صباح دانو مدة أنفقين ولينا وصعدا وهذا السيد دولتي توب بقول حياة أيقوا سياسيين أو سدوا سووا شيء بعلاقة كسر جدة أو
عبد الله اسكو عبد اسكو بيل ايينا ان اي كلا حدليان ابي احمد سيدي لو سودين لا ونكاس حق سوين لا ما دام ابي احمد او ان له شيسي حوغي غانغيسغا اي تي بي اف وسراكيشود غبرسيون يو كوي كلا جيتاج اوريدي يو كيسر دونك كوي اوغو ديبدنا اي دك سومااليد حسوقي اي ادي سبب يا حفيز كاد اي دول وريغيان واحد عبد الله كوسي هيستو ما جيرو ايان كوني ديبي فارح مال قرشان انغا ونبير وانا لا سودين دونا بين ee prosesska wuxuu tilmaamay meesha uu marayo inuu ka gaabsanayo laakiin soo dalintiisa iyo qaabka iyo inay wali socoto sidaa tahay waan secretary oo qarsan waay lama dhig haddii aad faarax maalo u dhaho maalinkaas la soo deenay taariikh markay inta ay bishaas la soo deenay waa waxa boon ma wixii barbaana badan baa laga sii sameeyay hordhac badan baa ka imanay ee falcelin kala ka iman karto dib dadka u geysata waxa iman karta inuu qorsheyaal been ay siyaasiin abaabulana dhahan ee ayagu ay buu kala ku darsan dhahan anaga ka masuuleen waa in abdii markuu soo baxay banaanka soo baxay asaga shay oo warbaahinta la hadlay cidii ka dambaysay ee shaqadan gashay ee ka shaqaysay inuu xurriyad siiyo asaga markuu soo baxay sheegi doona laakiin hadda hadii uu si hordhac loo sheego uu faarax dhaho aan waan soo deenay maalinkaas aan soo fasaxayna maalinkan uu soo baxo de barwaana kala iman karta mar waxaan qorshe la qarinay way abdii uu soo baxaya siyaasiin badan baan u taagan faarax kamidii ee wad mahadsan tahay waxa jira laba qodob uu ka hadlay oo kala oran rabnaa inaan ka hadlo mucaaradka dawlad deegaanka Soomaalida ee haatan ku sugan magaalada Addis Ababa faarax macallin waa uu ka hadlay waxa kale uu ka hadlay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Umar wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu kala hadlay oo uu yiri ninkani hadii xilka qaadis lagu sameeyo aqabada ka imaata dawlad deegaanka Soomaalida adiga mas'uul ka noqonaya si weyn buu garab istaagay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida wuxuuna sheegay inuu san madaxweynaha Mustafa sida uu ku tageynin uu doorashada dambe uu ku tagi doono marka wuxuu kala kabaha la dulmaray oo aad u dhaleeceeyay nimanka ku sugan magaalada Addis Ababa oo uu tilmaamay mucaarad lacaga far badan ku bixinaya saraakiisha iyo surdoonka sidii looga qaadi lahaa ma garanaysay Mustafa Maxamed Umar xilka u hayo qaabkeed waa yow faram calin iyo waxaan mal lacag jar heshiis soo saareen faras sida wadogsoonay waqtiga dowlad deegaanka Soomaaliya isbeddel ka dhacay rag yaab aan Mustafa ayo galbinaysi asoo aroosa rag jigjee keenay ba faram calin waraysi waxa laga hayaa Mustafa ayan galbinay oo jigjiga geenay cabsida kaliya naysa waxaad in liibooski jigjigu san xabadan ugu furan military-gan weel ka dhiganayn marka ninkii meesha geystay muraayo meesha ku hayay ee wax macno hadda faar ma halkii soo koray male wax wanaag oo kale oo Mustafa uu hadda wileeyay wanaagaas wadal deegaanka ku keenayna oo mudnaan u leena ma jirto faarax nin saaxiibkiisu difaacay taa waxaan leenahay saaxiibka ma difaacay saraakiisha iyo siyaasiinta doonayeen cajal xilka laga qaado way saxsan waa muwaadin muwaadinku sidoo waa inuu hami yeesho waa inuu tartamo waa inuu xuquuq u deegaanka ku gaamiyo jaanis fursad la siiyo Mustafa waxaan leenahay muwaadin buu xuquuqdiisu wuu qaatay intuu gaamilay intuu dadkan waxaad yeeshay waxaad wanaajisay waan baranay waan ku ogaanay laakiin waa inay muwaadin kale oo deegaanka Soomaaliya radiidiyas ah oo xilka qabto oo asna la siiyo asna la barto kaliya meesha ma in kula dhalan laakiin hada aqjar iyo faarax maal ay saaxiibku yihiin kursigaas labaduna ay heshiis soo saaray wax ku gaareen taas waxaan dhahayna waa ku khaldan yahay waa ku khaldan diin waxa jirta in uu mucaaradka asxaabta mucaaradka iyo waliba ashkhaasta kale mucaaradka firdi firdiga gobolada 11 gobol ka soo jeeda ay ku sugan Addis Ababa inuu kabaha la dulmariyo oo yiri saraakiil bal aksiyaan oo deemaartay nimankaasu waxay doonayaan inay xilka qaadis ku sameeyaan marka uma suuragalisu yiri suurta galma taasi way sameenayaan sababtoo ah marka kursi raadinayso wada kastood u mareyso waa inaad waad sameen lacag kasta kaaga baxdo anuu siyaasinta wad saxsantii ma leena lacagta bixiya dowladda Soomaaliya isbeddel ka dhaco siyaasadu hay isbeddesho wajiga cusub aanu baahnay madaxweyne cusub aanu baahnay Mustafa isku daalay marka faarax macallin isna saaxib ka difaac waan wada difaac waan waas tartamayna ninki guuleysteen ay guush raacaysa aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawad yaalkaasi wuxuu ahaa shida oo inta badan maanta barnaamijkeena faaqidaadahay la faaqidayay inta ayaana ku soo gabagabeynina intaanu dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid ah madaxweynaha ka tagin sida nabadgelyo.